وليد بن محمد مساعد مدرب الأول، مرحبا بك على الصفحة الرسمية للملعب التونسي. مردود ممتاز وثلاثة نقاط خارج الميدان وفي تنقل صعب لبنقردان، كيفاه كانت المباراة؟ كيفاه كان الأجواء في بنقردان؟ أول حاجة نحب نشكر اللاعبين على المردود الطيب اللي قدموه والابليكاسيون اللي قاعدين يطبقوا في التعليمات المدرب. حضرنا له الماتش كوم الفو، خدمنا على برشا حاجات، معناها ماك تعرف ماتش الاكستيريور خاصة في بنقردان، وتعرف الماتشات اللي تصير في بنقردان لازم تلقى دي اكسترا، معناها يخليك ما تعديش مقابله به. الحمد لله هذا كله حضرنا للملاعبيه وفهموا الملاعبيه على شنو قادمين، ولعبنا على نقطة ضعف بنقردان وسجلنا الهدف الاول، ورغم اللي رجعونا في الريزولتا وعدلونا، ثم فورس دو كاركتير نتاع ملاعبيه اللي خلتنا نزيدوا نرجعوا في المقابله، وحافظنا على 2-1 بتغييرات تاع الكوتش وقاعدة اكيليبري ليكيب، والحمد لله فزنا وفوز مستحق الحقيقة. اليوم بعد الانتصار هذا خارج ميدان، اسكو الاطار الفني للملعب التونسي لقى التشكيلة الأساسية، لقى اللاعبين اللي نجم يعمل عليهم في بقية المشوار؟ مازلنا تنقل صعب المدنين، مازلنا مباراة الترجي ونجم الساحلي، اسكو اليوم الملعب التونسي وجد التركيبة المثالية باش يكمل البطولة في أحسن وجه أو لا؟ شوف، ثم حاجة لازم يعرفوها أحبي الملعب التونسي، خاصة مع الإطار الفني الموجود تو بقيادة زي محمد، راهو فريق الملعب التونسي مش يقبل حتى أي لاعب. اللي حاضر خويا واللي بلوز أون فورم هو اللي باش يكور، المضروب خويا واللي شد من بعده بلاصته وعطى روندمو يكمل يخدم على روحه. بقدرة ربي سنة الملعب التونسي مش يقبل حتى أي لاعب اللي حاضر واللي يكون كونفيرمي بقدره ربي يكون موجود في التشكيله. نحكي على ماتش مدنين كالعاده، روبولوت نهار ثلاثة نعاودوا نحضروا ماتشونا، نحضروا نقاط القوه ونقاط الضعف تاع اولمبيك مدنين، وبقدره ربي كيما روحنا بريزولتا بي وفرحنا جمهور الملعب التونسي ضد بنقردان، ان شاء الله زاده كونتر مدنين ان شاء الله نروحوا ثلاثة نقاط، مش خلينا نخدموا في اريحيه. ومعلومه يعني تشوف انت الملعب التونسي من بدايه الموسم لحد هذه الجوله ما لعبناش بالليكيب تيم، معناها كل جمعه تلقى زوز ثلاثه ناقصين، بون تخلي شويه مشاكل للمدرب، مي الحمد لله تجاوزناها ولاباس لحد الان لاباس. كلمه اخيره لجماهير الملعب التونسي باش تطمنهم حول اللقاءات الصعيبه ولا المنتظره اللي استنى فيها جمهور الملعب التونسي في قادم الجولات. وليد، انا نحب نشكر برشا الجمهور خاصه اللي جاي اليوم، فريمون عطى، انا كنت قريب من الملعبيه، عطى شحنه كبيره للملعبيه فريمون، حتى الملعبيه في اللي شاف مو كي راهو الجمهور نتاعهم يشجع ويعيط في بنقردان بالذات، نتصور عطى البلوس جمهور، نحب نشكره ونقول له يتبع فريقه، ان شاء الله سنة نعملوا جروب باهي وان شاء الله نعملوا كلاسمون باهي، وان شاء الله علاش لا نعملوا حاجه باهي ان شاء الله. اليوم مقابله خارج الميدان في تنقل صعب في بنقردان، ارضيه صعبه، اجواء كانت صعيبه شويه، وانتصار كان صعيب، كيفاه توصف مباراة اليوم بسام؟ مباراة اليوم بون الحمد لله قبل كل شيء ومبروك علينا الفيكتوار، مي مالوريزمون يعني الجو في الماتشات هذوما خايب برشا، واحد يقول معناتها الحمد لله روح بثلاث بوان ومن غير بليسيور ولاباس، الاربيتر اليوم قلقنا شويه، وانا دابيتود ما نحكيش برشا على الاربيتراج. مي سا سوفوا اليوم معناتها فما برشا اغريسيفيتي من جوات بنقردان، انا واحد من الناس نرى في صحابي خفت عليهم شويه، خاطر فما دي كونتاكت اللي يستحقوا رقص فر ميم حتى توصل للحمراء، مي هو يخلي في اللعب ما يعطيك كان الفوت اللي تصير علينا الثالثه، تحسوا لي اما بون ما نجمش يعطي حاجه فلاجرونت برشا، خاطر طلعنا اليوم البلوك باش نبعدوا اكثر ما يمكن على 18، خاطر ماك تعرف اقل ريسك في 18 متر سافو دير بينالتي اللي فاسيلمون الاربيتر يعطيه، عرفنا كيفاش نتعاملوا مع الماتش الحمد لله، فما اسي ديكسبيريونس ويلزمنا نزيدوا نخدموا على رواحنا زاد ما نكملوا نخدموا على سي بيان الجو والفرحه الامبيونس هذه، لكن عندنا زاد ماتش تريز امبورتون الجمعه الجايه. اليوم بسام بعد ستة جولات برشا مثبت جد، اسكو الفريق لقى الاوتوماتيزم، اللاعبين ولاو يعرفوا بعضهم، ولينا نعرفوا نجيبوا نقاط من خارج ميدان في التنقلات صعبه، اسكو اليوم اللاعبين استانسوا ببعضهم، معناها فما اوتوماتيزم بين اللاعبين ولا مازال؟
الاوتوماتيزم بطبيعه يتخلق بالخدمه مع بعضنا وبالانتريمون وبالفولونتي سورتو، يعني ملاعب كي يحب ينسق مع صاحبه، وفما برشا كوميونيكاسيون يلزمها تصير في الانتريمون باش يلقاه هو نهار الماتش. الحمد لله لا بون فولونتي موجوده من الملاعبيه الكل. باش نقول لك 100% ليه مازلنا ماناش 100%، قاعدين نخدموا دون لا بون فوا سي بيان، نكملوا نخدموا الروي. احنا ساقينا في القاعه من ما نمشوش برشا معناتها بالجو هذا، واحد يقعد ديما كوريكت يعرف شنو هي الحاجات البوزيتيف اللي عملها، وزاد لازم يعرف اكثر حاجات نيجاتيف. اليوم بسام انتصار صعيب جاء اليوم، زادوا 3 نقاط للملعب التونسي، لكن باش توعد جماهير الملعب التونسي كلمه جماهير الملعب التونسي، خاصه انه مازال عندنا التنقل صعيب المدنين، مازال عندنا مباريات كبيره مع النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي، باش توعد جماهير الملعب التونسي كلمه باش تطمن الجماهير وباش تعطي اخر تطورات داخل الفريق وشنو نجموا نعطيه في الجولات القادمه. في الحقيقه توا احنا كنا في تا نلوجوا كان على لي بوان، واحد ديما التروماتيزم اللي صار قبل في الناسيونال بي هذاك، ولا ساعات واحد يكون شوكي منه شويه، دونك من الاول نخموا لي بوان باش بار سيكوريتي يعني، ولا باس الحمد لله ماشيين هكاك، لكن زاد مع ذاك يلزم نعملوا زاد اللعب مزيان اللي هو قاعدين نوريو فيه في كيلكو ماتش، زاد مش في الماتشات الكل، نعملوا كل ماتش نعملوا دي سيكونس باهيين، لكن ما نحبوش احنا لي سيكونس باهيين، نحبوا ماتش كامل يتعدى معناتها نقولوا دومينونس لستاد التونيزيان، بيان سور نحترموا المنافسين الكل، لكن زاد يلزم توا كي نلعبوا كونتر جمعيه تحس اللي الجمعيه هذيك جايه وقريت لك الف حساب. عاد بوعليك المسؤول الاول على فريق اكابر كره القدم، مرحبا بك في الصفحه الرسميه والموقع الرسمي للملعب التونسي. بيك وبارك الله فيك ومرحبا بكم انتم زاد. حبينا ناخذوا كلمه ما عندك حول اجواء الرحله اللي كانت البنقردان، سمعنا برشا صعوبات، سمعنا مسؤولين بنقردان يقتحموا الميدان، اجواء صعيبه برشا، حجاره فوق ارضيه الميدان، كيف توصف اجواء هذه الرحله، اجواء المباراه بعد انتصار ثمين وثمين جدا في تنقل صعب الى بنقردان؟ والله الحاجه قبل ما نحكيوا على الاجواء نحب نشكر الملاعبيه اللي قاموا بالدور نتاعهم، انه الدور نتاعهم المره هذه كان دوبل، دور باش يربحوا المقابلة ودور باش يكون دمهم برد وينجموا يجيريوا مقابلة في ملعب صعب وصعب جدا وفي منطقة صعبة وصعبة جدا، أجواء كانت مشحونة من قبل المقابلة، احنا شيء هذا كنا عارفين وقلنا له برشا حساب، وحضرنا الملاعبية من مغبة السقوط معناها في الفخ هذايا كسوا مع باش نقولها مع الحكم والمساعد نتاعه أو مع المسؤولين او مع الناس الموجوده في معناها في محيط الملعب، انت كي تشوف ملعب معناها من كورونت اكثر من الجمهور اللي فوق تفهم كل شيء، لكن احنا صبرنا وكلينا الحجر وكلينا الدبابز وقاع معناها قبل ما توفى المقابله بدقيقتين، معناها نحن لحد الان ماناش فاهمين علاش اقتحموا الملعب وصدموا على الحكم وحبوا يتهجموا على الحكم، والحكم معناها ردة فعل نتاعو كانت سلبية، ومن بعد ما راعنا إلا ما نحن نتفرجوا يزيد 8 دقائق، لحد الآن أنا بوان انتيروغاسيون مانيش فاهمين علاش 8 دقائق، وبعد 8 دقائق يزفر 10 دقائق، لحد الآن مانيش فاهمين علاش، وبعد هذا الكل معناها قلنا نحن كمسؤول وكنعرف معناها شي شاقع بعد المقابلة والحكم ماشي يدون، جيت ما راعني ونلقى الحكم حاط معناها إير إيس ما فما حتى شيء، سألته قلت له يا سيد الحكم يا لندرا أنت كنت تزفر في مقابلة هذه والمقابلة أخرى، يا لندرا ما دخلوكش للملعب وتهجموا عليك، يا لندرا ما ضربوناش بالحجر، يا لندرا ما ضربوش بالدبابس، يا لندرا ما ضربوش الحكم الرابع نتاعك، ما ضربوش المساعد الأول نتاعك، جوابه كان سلبي سكت ما جاوبنيش، انا نقول ربي يهدي ونقول راهي الكوره مش هذه في تونس وبالاجواء هذه ما تحسنش الكوره، معناها حتى لو كان مشينا لكاس العالم راهو ما نجموش نلعب بعقليه كيما هذه في كاس العالم، والكوره نتاعنا باش تطور يلزم برشا ميادين تتطور وبرشا ميادين تتنحى، مش من قبل ما نقول تتطور، لانك تلعب في على سطحه ماكش تلعب على ملعب، هذه منشات الله غالب، لكن اليوم نقول ربي يهدي، نحن نقول الملعب التونسي اليوم انتصر بكل عن جداره ومعناها ومن غير من ننحاز ونقول انا من ملعب تونسي، الملعب التونسي بين اللي هو فريق كبير، ملعب تونسي بين اللي هو على سكه صحيحه، وان شاء الله نكملوا نخدموا، وبرافو للملاعبيه وبرافو للاطار الفني وبرافو للناس الكل. اليوم الملعب التونسي ماهوش يلقى تاريخ مفروشه بالورود، هذه صعوبات نلقاها في الاطراح الكل، اليوم مازال لنا مباريات صعبه وصعبه جدا، اول تنقل المدنيين الاسبوع القادم، اسكو الفريق حاضر باش يجابه كل هذه الصعوبات ولا مازال؟
شوف نحن ما نسميهوش صعوبات، نحن اللي باش يمشي يلعب كوره عندنا ساعه ونص، عندنا ميسيون نمشيو لها باش نجيبوا النقاط نتاعنا ان شاء الله ثلاثه نقاط نتاعنا ونروح. ما عندناش نحن صعوبات، ما نغزولهاش، نحن نحضروا فريق نتاعنا بدنيا وفنيا، يحضروا المدرب معنويا واداريا وماليا، يحضروا تحضروا الاداره وتحضر الناس المشرفه على الفريق. هذه حاجه. بربي نسيت نقطه اخرى، انا نحب نشكر جمهور الملعب التونسي اللي تنقل بكثافه اليوم البنقردان، واللي كان دعمه متواصل واللي عطى البلوس للجوارات. برافو سيبورتيرات، برافو احباء الملعب التونسي، وواصلوا ورانا على السكه الصحيحه، وباذن الله باش نمشيو لبعيد باذن الله.